ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁੰਜਿਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਾਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੀੜੀ ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਜਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜਾਈਦਾ? ਥੱਲਿਓਂ ਜਾਈਦਾ। ਇੰਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਕਿ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਲੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਸੀੜੀ ਦੇ ਉਤਲੇ ਡੰਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਯਾਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. سبحان الله، ما شاء الله، ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى. سبحان الله، ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى. سبحان الله، ما شاء الله، ما شاء الله. أحسن. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. سبحان الله، سبحان الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. سبحان الله،
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تبهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دروشی محبت نال پڑھیا بوہا مول نہ چھڈانگے جد تک نظارہ نہیں ہونا اسی بوہا مول نہ چھڈانگے جد تک نظارہ نہیں ہونا بس ایک دروازہ کافی ہے نت ہور پسارا نہیں ہونا لکھ یملاں دے کوئی ناز کرے انہیں جنت ہری کسی نہیں جانا لکھ یمل تے کوئی ناز کرے انہیں جنت ہری کسی نہیں جانا چن توڑن والی انگلی